الندم ألا تسمع ماذا رأى الحسين يوم عاشوراء. وحسبك ما فعلته أنا به، فاسمع ذلك قبل أن تموت. عندما استولى العطش على معسكر الحسين بأكمله، دخل بطفله وكان له 6 أشهر، فرفع الطفل على رأسه ونادى ونادى ونادى. السهم الثالث سددته عندما رفع الحسين ثوبه ليمسح الدم عن جبهته، فوقع في لبة صدره. اقطع صوتك ايها اللعين.